سيد محمد، برأيك لو نبدأ بتحليل يعني لموقف الجيش بانسحابه أو تعليقه للمحادثات، لماذا برأيك؟ حسب ما أعلن الجيش أن السبب هو عدم انسحاب ميليشيا الدعم السريع من المستشفيات والعيادة المدنية، وكان هذا واحد من الاشتراطات أو واحد من الالتزامات التي التزم مندوب ميليشيا الدعم السريع في المفاوضات بالانسحاب من المستشفيات والعيادة المدنية ومنازل المواطنين، وهي واحدة من المطالب التي كان يطالب بها، بالإضافة للجيش يطالب بها غالب الشعب السوداني، بضرورة انسحاب ميليشيا الدعم السريع من المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومنازل المواطنين. طيب، تعليق الجيش يعني لانخراطه بهذه المحادثات ومفاوضات جدة يعني بكل تأكيد سينعكس على الوضع الميداني، أليس كذلك؟ طبعا واحدة من يعني الاحتمالات أن يؤدي انسحاب تعليق الجيش إلى تعطيل الهدنة، ومن واحدة من التحليلات أيضا أن يؤدي تعليق الجيش إلى العودة إلى الحرب وتعليق الحوار، وبالتالي يعني ازدياد المعاناة والحالة الكارثية التي يعيشها المواطنون في الخرطوم وفي المدن التي تشهد صراع عسكري في السودان. وبالتالي هو بكل الأحوال ليس خبر سار بالنسبة لكل الذين ينادون إلى وقف الحرب ووقف القتال، ويعني العمل والضغط من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في السودان وفي مدنه التي تشهد أعمال حربية. طيب، من نظرة كاتب يعني لرؤية سير هذه المحادثات منذ البداية وكل الهدن التي تم الاتفاق بشأنها لكن لم يتم الالتزام بها، برأيك الآن يعني للعودة لهذه المفاوضات يعني الشروط التي قد تفرض للعودة للمفاوضات من كلا الطرفين؟ ومع كل أسف أن المفاوضات يعني لم تفضي إلى مؤشرات يعني مقنعة لإيقاف الحرب. صحيح تم الإعلان عن الهدنة لسبعة أيام، ولكن كلا الطرفين يقومان بخرق الهدنة سواء كان ميليشيا الدعم السريع أو قوات الجيش، وكلا الطرفين لم يلتزما بالهدنة والتي من المفترض أن تسهم في تسهيل الحياة على المدنيين وتوفير مسارات آمنة لعبور الطوارئ والأطباء والمسعفين العاملين في الحفل الطبي والمواد الغذائية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أن واضح جدا أن قائدي الحرب سواء كان قائد الجيش أو قائد ميليشيا الدعم السريع يعني يتوهمان أن بمقدورهما تحقيق النصر على الميدان، وبالتالي يتعاملان مع المفاوضات والهدنه يتعاملون معها ك يعني منصه للعلاقات العامه، لم يتعاملها بالجديه اللازمه التي من الممكن ان تسهم في وضع حد للحرب والعوده الى الحياه الطبيعيه التي ينتظرها كل دعاه وقف الحرب و يعني خروج العسكريين من الحياه اليوميه للناس التي أحالوها إلى جحيم خلال أكثر من 40 يوماً.